ليلى ادم مش وقته دلوقتي، بس انا محتاجه اتكلم معاكي. ادم انا فعلا مشغوله وبجد مش وقته. يوم ما بعتلي رساله انا مشفتهاش ومش هقدر اشرح لك السبب دلوقتي، بس انا لسه شايفها امبارح وعايز اقول لك ان ما ينفعش يحصل اللي انت قلتيه ده. ادم بص يعني ده رد على الرسالة. الرسالة اللي انت لسه شايفها امبارح؟ اه. عايزك في مكتبي حالا. طيب انا هروح له قبل ما يطلع عقده عليا. طيب احنا هنكمل كلامنا. كلها شوية وشريف هيحاول ياخد مكاني. لازم كل الأقسام تبقى في إيدي وتحت السيطرة. من حيث السيطرة فأنا مش قلقان خالص. كل الأقسام بتحبني وبتحترمني. ليه في إيه؟ قسم العقارات مش بيحبوك. عشان المشكلة بتاعت دعاء وسمير؟ منير. خلاص شوفوا حاجة تانية، مش لازم العقارات، يعني العقود مثلا، قسم العقود. محدش هناك بيطيقك. طب كملي معلش، سيبي اللي في إيدك وركزي معانا شوية. قسم الضرايب. الاستحواذ قدامك حيطة سد. خلاص بقيتي عرفة. انا مفيش حاجه ما اعرفهاش. الناس مش عاجبها ان انت دايما شايف نفسك صح. هي الحقيقه كده، دايما بتضايق. قسم الافلاسي دول بالذات زي الفل. طب الحمد لله، عشان عمرهم ما تعملوا مع زيني. خلاص هو ده، هتلاقي اي حجه وتخش بيها على يوسف الكوابي. لا طبعا، الا يوسف الكوابي اضربيني بالنار احسن. لا زين مش وقته خالص، شريف هيهجم علينا في اي لحظه وجاهز انه يستخدم كل اسلحته، يعني كل صوت مهم مهما كنت انت مش طايق صاحبه. مستر شريف ده طلع لذيذ جدا وطيب قوي. لا انا قصدي يعني عشان جاب لنا فطار وجاتوه، حركه حلوه منه يعني. بس هو في ايه؟ مفيش سنس على طول كده؟ هو انا عكيته ولا ايه؟ ايه الجديد؟ بس الجاتوه فعلا حلو قوي يا زين. تدوق؟ وانت متاكد ان الجاتوه ده مفيهوش سم؟ لا مش للدرجه دي يا زين، يعني هيسم الشركه كلها. امال هيشتغل مع مين؟ لا للدرجه دي ما ينفعش تثق في الشريف زيدان. ادم لازم تختار انت على انهي جبهه يا حبيبي. ده الفطار والجاتوه، ودي فريده اللي عارفه عنها كل حاجه وممكن توديك في داهيه. هتختار مين؟ هو الجاتوه اصلا سكره زياده وبيجزع كده. فريده طبعا.